И накрая ще чуете Бре Петрунко, обработка Филип Кутев. Ай! Туре! واحد كان قاعد الموضوع يا عرفت قاعد قلنا نودي بالدورة نصنع الكراسي وكذا. شانق الجماعة الومبا مربع بخلص بيقول أبدع فيرسكا مشبع بعاين في المراية قبل الحاجة تطلع بقول الحاجة صابت الداري نافي سقنع غاف حاجاتي قاعدة تخلع بديك الممكن وحبة مما لم تتوقع حياتي كلها قاعدة توقع شايف فرق النطق ده كيف انفتح باب لي معاني أوسع عشان السبب ده حاجات كثيرة تانية مفروض في قمة الراب تربع بعين لأرقامي زي ضحايا كوفيد بضرب طوالي في مية وبعمل رايح المهم قاعد استمتع لما نجدع كم حتة من حياتي في الأغنيات دي مع كل نفس القبر تغرب خطواتي الزمن دار يعمل فيني زي ما الهندي عمل لأخونا ساتي بس الزمن خاتي مهما شلت مني بفضل عاتي الهموم شغالة قرب في سباتي خليط من ذكريات قديمة خوف من الآتي وكم بنية لعبة دور في خيالاتي بيمثلوا في مسرحية عنوانة تخريب مزاجاتي محتاج إعادة تعمير ذاتي عشان أفكاري ضاربة كله صعب أقول إنهم بناتي في ناس وصاني بعلاج نباتي عملت رايح قلت الكتابة قاعدة تلبي في احتياجاتي بس الواحد فاهم إن الوضع ماشي يبقى كاتم تكبر مشاكلك بتطوي كذا زي الخاتم ملازم لأفكاري راسم لي معالم لعالم موازي فوق الواحد ناجح بيها مستقبل سالم بس الواحد لروحه شاتم عشان مرات كثيرة ما كنت لروحي حاسم مشاكل جد خطيرة بتسيطر علي لازم أواصل في المسيرة وديرة بوش باسم الحياة دي جت حقيرة بتضحك معاك مواسم عندها وتيرة بتوريك بس لون القاتم في الأخير دار أنا بيع نفسي ليها بس أنا حعمل رايح وتفي نيبيتي كان بدون مراسم غاف